الكتاب المقدس بيدعونا أن نتشبه بيسوع المسيح، يعني بحياته، بكلامه، بشهادته، بسلوكياته، بأخلاقياته. احنا مش مدعوين، يعني احنا بنشكر الله انه الكتاب المقدس ما قالش يعني وين نام، كيف اكل، كيف شرب، وين سافر، شو استخدم، كل الاشياء، لانه بعرف انه احنا بطبيعتنا النفس اماره بالسوء، وبنعرف انه دائما منميل الى تعظيم الاشياء. لكن الغرض احبائي انه احنا منعظم يسوع كشخص، لكن مش بنتشبه شو لبس، يعني لانه من 2000 سنة كان يلبسه بهذه الطريقة بنلبس شو بيلبس الرب يسوع، ولا انه بنفرد لحية لانه كان بيلتحه، ولا انه بنلبس مثلا صندل من المصنوع من الجلد لانه كان المسيح يلبس بهذه الطريقة. دايما احنا بنتبع شخص يسوع المسيح، شخصيته، هويته، حياته، شهادته، كلامه، سلوكه، أخلاقياته. المسيحية بتتمثل بأخلاقيات يسوع المسيح. لاحظ كلام يسوع المسيح في عصر اللي بيفتخر بالدين، بيفتخر بالتقاليد، بعصر بيفتخر بالفلسفة، بيفتخر بالغنى، بيفتخر بالقوة مثل الرومان، قال طوبى للمساكين بالروح، طوبى للرحماء، طوبى للحزانة، طوبى لصانعي السلام، طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، بل افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات.